يعطيكم العافية تاسا. اليوم إن شاء الله رح نبدأ بتكملة درسنا اللي هو معادلة الخط المستقيم. شرحنا بالفيديو السابق كيفية إيجاد معادلة الخط المستقيم، كانت قاعدته هي تساوي ص ناقص ص واحد ويساوي م في س ناقص س واحد. كانت م هي تمثل الميل، وس واحد وصاد واحد، سين واحد وصاد واحد هي بتمثل النقطة التي تقع على هذا المستقيم. شرحنا بالفيديو السابق كيف أوجد أنا معادلته. إذا كان عندي السؤال مباشر، أنا معطيني الميل ومعطيني النقطة، إذا أنا بس عملية تعويض مباشر رح تكون بالمعادلة. اليوم إن شاء الله رح أعطيكم فكرة تانية من درسنا اللي هو كيف أنا أوجد معادلة خط مستقيم، لكن بحال إنه هو ما أعطاني الميل أنا رح أوجد له الميل وأكمل السؤال. عنا بهذا المثال لحتى توضح عنا المسألة وكيفية الحل، معطيني هون أوجد معادلة أنا خط مستقيم، ومعطيني إنه هذا المستقيم بمر بنقطتين ألف وباء. ألف إحداثياتها اللي هو واحد واثنين، وباء معطيني الإحداثيات تعونها سالب واحد ستة. هون منلاحظ إنه هو مو معطيني الميل، فأنا رح أوجده. حكيت لكم بالفيديو السابق إنه عشان أنا أوجد الميل أخذنا برضه بالصفوف السابقة اللي هو فرق الصادات على فرق السينات. هون أول إشي سميت النقطة ألف اللي هي سين واحد صاد واحد، وسميت النقطة باء سين تنين صاد تنين. إذن هلأ وقت أول إشي إني أحسب أنا الميل، ويساوي صاد اثنين ناقص صاد واحد على سين اثنين ناقص سين واحد. صاد اثنين عندي إياها هون بالسؤال ويساوي ستة، ناقص صاد واحد تنين، سين اثنين اللي هو سالب واحد ناقص واحد. ستة ناقص تنين هي أربعة، على سالب واحد ناقص واحد رح نجمع الإشارة السالبة، إذن سالب تنين. أربعة تقسيم سالب تنين ويساوي سالب تنين. إذن أنا هون أوجدت الميل وجهزته وعندي نقطة، إذن هلأ صار وقت إني أطبق على معادلة الخط المستقيم. نفتح هون صفحة جديدة، إذن الميل رح أرجع أكتب إنه كم يساوي حتى نعوض صح، والنقطة ألف اللي هي عندي إياها تساوي واحد تنين، سميناها سين واحد صاد واحد. بكتب المعادلة صاد ناقص صاد واحد ويساوي ميم في سين ناقص سين واحد. هلا صار عندي عملية تعويض اللي هو حكيت صاد ناقص صاد واحد اللي هو تنين، ويساوي الميل عوضته سالب تنين في سين ناقص سين واحد واحد. تمام لهون. هلا نزلت، بدي انزل الصاد ناقص تنين واوزع هون السالب تنين على القوس، يعني بدي اضرب سالب تنين بسين وسالب تنين في سالب واحد. سالب تنين ضرب سين، سالب تنين سين، سالب تنين ضرب سالب واحد رح تصير عندي موجب تنين، سالب ضرب سالب موجب. هلا بدي اجعل صاد موضوع القانون، اذا لازم انا انقل السالب تنين للطرف الثاني بعكس اشارته. بتروح بضل عندي هون بهذا الطرف اليمين اللي هو صاد، اذا صاد تساوي سالب تنين سين زائد اربعة. اذا انا هون اوجدت معادلة الخط المستقيم للمستقيم اللي اعطاني اياه بمر بالنقطتين ألف واحد تنين وباء سالب واحد ستة. هلأ بناء على هذا الإشي بدي أعطيكم يا تاسع واجب بيتي توجدوا لي معادلة الخط المستقيم. معادلة الخط المستقيم، هذا السؤال من عندي يعتبر سؤال خارجي، تحلوا لي يا هذا كله على الدفتر. جد معادلة الخط
المستقيم الذي يمر بالنقطتين الذي يمر بالنقطتين ألف هي إحداثياتها سالب خمسة واحد وباء إحداثياتها صفر سالب ثلاثة. بتمنى إنه تكونوا فهمتوا كيف أوجد معادلة الخط المستقيم لمستقيم بمر بنقطتين وبحالة إنه هو ما يكون معطيني الميل. بالفيديو الجاي إن شاء الله رح أكمل آخر فكرة من درسنا وهيك بنكون تقريبا رح ننهي درسنا معادلة الخط المستقيم، ويعطيكم ألف عافية.